لك خافوا الله وخافوا الله وشوفوا هذا الشعب اللي عم بيموت، عم بيموت بلا حب الدواء. يعني معقول بعد في حدا هيك بالدنيا؟ في حدا بالدنيا بيستحقر دواء بيشيلوا عجلة كرمال يصير ثروته طائلة جدا وبيموت الناس؟ لاني بدي وصل لهم رسالة والجماعة، بدي لهم كلمة واحدة: خافوا الله، خافوا اللي بتعبدوه اذا كنتوا بعد عم تعبدوا حدا. ما في يعني اي صيدلية بتفوت عليها، مش بس انه هون، اي صيدلية بتطلب هيدا الدواء ما انه موجود. يعني امرار في ادوية بسيطة جدا ما انا موجودة. هلا انا مريضة قلب، عاملة 4 رسورات، 2 تمييز وبالون. طب هيدول عندي ادوية، هيدول مزمنة لازم اخدها انا كل شهر، ما عندي. مشكلة الدواء الحالية هي بسبب انه حيرفعوا الدعم باخر شهر 12 عن الدواء، مما شكل حالة هلع عند المواطن. بس اصطدمنا بشغلة انه الشركات منذ اعلان هذا التصريح، الشركات فورا وقفت تسليم الصيدليات الكميات اللي الصيدلية بتحتاجها. مش ممكن انه شركة بتعطيك كل شهر علبة دواء انت عندك 10-15 مريض عليها، فانت هتلبي اكيد مريض، بيبقى عندك كمية تانية، عدد من المرضى ما حيلاقوا دواء. هلا الحليب للاطفال هو كارثة الكوارث حاليا، لانه كل الشركات ما عم بتسلم. هلا بيقولوا لنا مقطوع، يعني هذا شيء بيرجع لهن وضميره، بس انا شك. يعني ما بعرف هلا الاطفال اللي تحت السنة اللي ما يعني ما بيرضع وما في حليب، شو بده تعمل اهاليهم بهالحال؟ يعني مثلا البولشيسين لقوا منه شيء 6000 علبه يعني عند احد الصيادلي او مصدرهم لبرا، المعادلة عرف وينه. القصة مش انه طلعت الصيدلة اللي عنده، القصة انه انت توصل تعود هيدا الدواء للمحتاجين لهم وتوزعه بشكل متساوي بين كل الصيد. فهي كلها سلسلة مترابطة، وبكل مطرح عندك اخطاء. يعني انا في دواء مضطر عليه لثلاث مرضى ومعي روشتات لهم، او اكثر يمكن 4 مرضى، الوكيل بيقول لي عبر مندوبه بيطلع لك علبة بالشهر حتى لو بتصور لي 20 روشته.